أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إن
للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لهوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماء يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه.